مشاهدينا، عودنا لكم مرة أخرى. زي ما قلت لحضراتكم في بداية حلقتنا، ضيفي النهاردة هو دكتور عمرو عباسي، استشاري نساء وتوليد وعلاج العقم بالمركز القومي للبحوث. أهلا بك. أهلا وسهلا يا فندم، سعيد. دكتور، احنا بنسمع عن وسائل الإخصاب الصناعي أو الحمل المساعد وما إلى ذلك. كنا سمعنا زمان عن أطفال الأنابيب، ودلوقتي بنسمع عن الحقن المكيف. هل هما تطور لحاجة واحدة ولا ده حاجة وده حاجة؟ هو الحقيقة أول طفل أنابيب كان بيبي مولود لسيدة تدعى لويس براون. كان ساعتها التقنية هي الأطفال الأنابيب اللي هو الناس كلها عارفاها، إن هي مجرد فكرتها إن أنت بتاخد الحيوان السائل المنوي أو الحيوان المنوي بتاع الزوج، وبنحطه في ظروف مهيئة جنب البويضة بتاعت السيدة بعد ما بنشفطها، ونحطهم مع بعض بحيث إن هو يحصل فيرتلايزيشن أو يحصل تخصيب لهذه البويضة. هما لكن يتعاملوا مع بعض هما يعني. يتعاملوا مع بعضيهم. الحقن المجهري بقى اكثر تطورا، بان احنا بنحقن الحيوان المنوي جوه البويضه نفسها اندر الميكروسكوب او تحت الميكروسكوب، بحيث ان انت تضمن ان فرصه التخصيب او نسبه الفيرتلايزيشن تبقى اعلى بكتير، وان تمام. الاجنه نفسها تبقى افضل بكتير. طيب، هل في وسائل اخصاب مساعده اخرى؟ هو الحقيقه وسائل الاخصاب المساعده بتبتدي من حاجه اسمها الاي او اي او التلقيح الصناعي، ان احنا مجرد بناخد السائل المنوي بتاع الزوج ونبتدي نحقنه في السيده في ايام التبويض بتاعتها، ودي نسبه الحمل عليها بتبقى حوالي 10 ل 15%، وما تنفعش في كل الحالات، لازم تكون حالات ما تكونش فيها مشاكل كبيره قوي. والوسيله تكون الاكثر الزوجه ما تطورا عندهاش مشاكل خالص، ويبقى المشكله عندها يبقى كلها مشكله بتبقى معظمها بتبقى في السائل المنوي نفسه، ان هو يبقى الحيوانات المنويه بتاعت الزوج عدد بتاعها اقل او نسبه التشوهات بتاعتها اعلى، ان احنا بنعمل تحضير معين للسائل المنوي بتاع الزوج وبعد كده بنحقنه في السيده، فنسبه الحمل بترتفع شويه. الوسيله الاخرى اللي هي الحقن المجهري، ان احنا بننشط البويضات بتاعت السيده، نبتدي نشفطها ونبتدي نحقن السائل المنوي جوه هذه البويضات، نحطهم في جهاز انكوبيتر او في حضانات، وبعد كده ننقل لها الاجنه دي من اول اليوم الثالث لحد اليوم الخامس بعد الشفط. طيب، احنا نرجع للقصه دي تاني، لكن معانا تليفون. مدام عبير، اهلا بيكي. يا فندم، مساء الخير. مساء النور، اتفضلي. ممكن اكلم الدكتور؟ معاكي. اتفضلي يا فندم. مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا فندم. لو سمحت يا دكتور، انا ليا سؤال بس مختلف عن موضوع الحلقه تماما. يعني انا دلوقتي انا حامل، اوكي، للمره الرابعه، وانا كنت والده شهر 7 اللي فات. يعني انا عندي بيبي عنده سنه. ما شاء الله. اوكي، فانا عايزه اسال، هو في غلط يعني على الفتح التاني لان بولد قيصري؟ اوكي، بس كده. وانا لسه فاطمه الطفل، يمكن بقى له اسبوع كده، وانا في الشهر السادس حاليا. حضرتك عندك اي مشاكل صحيه، ضغط او سكر او اي مشاكل صحيه؟ لا لا يا فندم. اوكي، طيب، ماشي يا فندم. شكرا ليكي وخليكي معايا. هي بتلد قيصري ولسه والده في شهر 7 اللي فات. هو احنا دايما الحقيقه بننصح ان يبقى في تشايلد سبيسنج، يعني ناخد فتره معينه من الراحه بين الولاده والولاده الاخرى، حتى مش شرط تكون ولاده قيصري، سواء طبيعي او قيصري. ده بيدي فرصه للسيده ان هي تستعيد صحتها، تدي العظم بتاعها. العظم من الحاجات اللي تتعب قوي ساعات في الحمل، خصوصا لو السيدات مش سبلمنتد او مش بتاخد كميه كالسيوم كفايه اثناء الحمل. العظم من الحاجات اللي ممكن يحصل لها اوستيوبوروزز او نوع من الهشاشه. مع الرضاعه كمان الموضوع ده بيزيد قوي، مع سوء التغذيه الموجوده، مع الجانك فود، مع اللايف ستايل تشينجز موجودة، ممكن جدا الست تتأثر. ولكن فترة كافية جدا ان الجرح القيصري بتاعها يلتئم، ان شاء الله مش هيبقى فيه مشاكل. محتاجة متابعة جيدة، بس محتاجة ان هي بنعمل الترا ساوند. ساعات بنقدر، في تقنية حديثة ان احنا نقدر نقيس سمك الجرح بتاع القيصري بتاعها، عشان ده من الحاجات اللي بتخلينا نقدر نعرف لو الجرح دوت متأثر بالحمل الجديد ولا لا. بس يعني في معظم الحالات او في 99% من الحالات الدنيا هتبقى كويسه، واحب اطمنها ان شاء الله ما تقلقيش، ان شاء الله العمل الحمل بتاعك يعدي على خير ان شاء الله. ان شاء الله. نكمل تاني بقى في موضوعنا. امتى بيتم اللجوء للحقن المكهري؟ ايه الحاجات اللي كان الوسائل الاخرى ما بتقدرش تحلها، الحقن المكهري هو اللي بيتخطى دي العواقب ويوصلها؟ تمام. الحقن المجهري حقيقه احنا بنلجأ له في حالات معينه، في حاجات تخص بالسيدات وفي حاجات تخص بالرجال. تخص بالرجال، لو الرجال مفيش حيوانات منويه، ده اساسي عشان يحصل حمل. يا اما يكون ضعف في تصنيع الحيوانات المنويه، يا اما يكون في عيوب خلقيه في الحيوانات المنويه، يا اما يكون في انسداد، الحيوانات المنويه دي ما تطلعش. ساعتها نلجا للحقن المجهري. وممكن نلجا ان احنا نعمل عمليات لهذه للرجال دول، ان احنا ناخد الحيوانات المنويه دايركتلي او من الخصيه بتاعه الراجل لو في نوع من الانسداد.
في حالات تانية بتخص السيدات، لو السيدات عندهم مشاكل في التبويض، ستات عندهم ضعف في التبويض، عندهم تكيسات عنيفة جدا لا تستجيب للأدوية، لو السيدات دول عندهم نوع من الانسداد في قنوات الفالوب ناتجة عن عمليات قديمة، ناتجة عن التهابات، ناتجة عن بطانة الرحم المهاجرة، لو إذن السيدات دول إحنا بناخد البويضة من المبيض مش بناخدها خدها من مثلا المبيض، احنا مش محتاجين قنوات الفالوب في حاجة في الحقن أصلا. المجهري خالص. المشكلة بس لو قنوات الفالوب دي فيها نوع من الالتهاب او حاجة اسمها هايدروسالبينكس، ساعتها بنضطر ان احنا نقلل الالتهابات اللي موجودة في قناة الفالوب دي عشان ممكن تأثر على نتيجة الحقن المجهري، ممكن تأثر بالسلب. انما لو لا قدر الله في التصاقات من قيصرية قبل كده او من لا عملية دي مش زايدة او من دي اي مش هت... حاجة اه مش مش هتبقى مش عايزين قناة عامل الفالوب مؤثر اصلا. خالص، احنا مش محتاجينهم خالص. قناة الفالوب دي مجرد وسيلة انتقال البويضة لبطانة الرحم، واحنا بنعمل كل البروسيس دوت او كل التقنية دي بره الموضوع ده خالص. تمام. لو في مشاكل اتفضلي، لو طيب في مشاكل اتفضلي. لو بنتكلم على المشاكل الخاصة بالرجل، دايما حضرتك قلت لي انه في ضعف في الحياة الدموية، وقلت لي انه قد يكون انخفاض عددها هو السبب الرئيسي. الحقيقة انه الناس بتروح تعمل تحليل او الرجال بيروحوا يعملوا تحليل، فكل ما يروح يحلل في حتة تطلع قيمة مختلفة. فهو المشكلة في ايه بالظبط بقى؟ هل هو اختلاف في المعامل ولا اختلاف عند الرجل نفسه، ولا هي يعني دورة بيبقى فيها تصاعد وانخفاض لغاية ما يتم عمل مجموعة الحيوانات الدموية الجديدة؟ اوكي، الحيوانات المنويه، تصنيع الحيوانات المنويه دي فعلا دوره، دي سايكل. يعني لو راجل عمل دلوقتي تحليل سائل منوي دلوقتي غالبا يعني بنسبه 90% لو عمله تاني بعد يومين هيبقى رقم مختلف تماما. عشان كده هم حطوا كرايتيريا معينه ان يقولوا ان السائل المنوي ده يعدي ولا ما يعديش. طيب هو السائل المنوي اساسا بيتغير كل قد ايه؟ كل عند الراجل ليه سايكل حوالي 72 يوم. تمام. اوكي، الكرايتيريا دي حطتها منظمه الصحه العالميه، قالوا ان يكون الحيوانات المنويه اكتر العدد بتاعها اكتر من 15 مليون. زمان حتى الورلد هيلث اورجانيزيشن او منظمه الصحه العالميه كانت حاطه رقم 20 مليون، فقللت الرقم دوت، خلي بقى 15 مليون، دي التوصيات اللي بقى لها 3 4 سنين. نسبه التشوهات ما تزيدش عن 80%. اوكي، نسبه البروجريسيف موتيليتي او الحركه بتاعه الحيوانات المنويه تكون اللي هي رابيد بروجريسيف اللي هي اعلى حاجه واللي تليها على طول يزيدوا عن 60%. اوكي، دي الكرايتيريا اللي احنا بنحطها، ما يكونش فيه نسبه صديد عاليه قوي، ما يكونش فيه نسبه يعني بنسميها الكثافه بتاعه الحيوانات المنويه تبقى اقل شويه، ما فيش نسبه اجلوتينيشن عاليه. دي الحاجات اللي هي بتخلي ان احنا نقول ان الحيوانات ان السائل المنوي او تحليل السائل المنوي بتاع الزوج ده كويس. ممكن جدا يختلف طرق العد او بتاعت من معمل الى اخر، ولكن في الاغلب هتطلع يعني دايما معظم الرجاله بيطلعوا رقم اعلى، يعني هو اعلى من الرقم ده بكتير. بننصح الرجاله ان ما يكونش في علاقه زوجيه لمده 3 ايام قبل ما يعملوا تحليل السائل المنوي دوت عشان نضمن ان يكون في عدد كافي. طيب ده بالنسبه للرجال. هل هذا الرجل مثلا حلل واكتشف انه العدد قليل شويه، او ان في تشوهات، او اي حاجه من الثلاث حاجات اللي حضرتك قلتهم، او الحركيه مش مظبوطه، هل في أدوية تخليه يعالج هذه الحالة؟ اوكي، احنا لازم نعرف أول حاجة إيه سبب إن عنده ضعف أو عنده قلة حركة في الحيوانات المنوية. هل ده سبب ده هل ده بسبب إن التصنيع نفسه من الخصية فيه مشكلة؟ دي لازم حاجة تبقى أساست، أو لازم حاجة نقدر نكتشفها طبعا مع دكتور امراض الذكوره. هل في دوالي مثلا في الخصيه فمخليه نسبه التشوهات عاليه قوي، او مخليه الحركه بتاعت السائل المنوي قليله؟ يعني لازم نبحث في السبب ان الحيوانات المنويه دي قليله. في دلوقتي برضو للاسف في عادات خاطئه مثلا في عند رجاله كتير قوي بيروحوا الجيمز والنوادي والحاجات دي، كده يستعملوا عقارات عقارات التستوستيرون والحاجات دي كلها، فبتعمل حاجه اسمها ازوسبرميا، يعني بتقلل كميه تصنيع الخصيه للحيوانات المنويه، بتبقى مشكله. ممكن تبقى ده حاجه هو الناس اللي بتاخد هرمون ذكور علشان تعمل عضلات، دخل عشان تربي طب عضلات. والناس اللي بتاخد استرويدز، ما هو الاسترويدز هو التستوستيرون، فده بيخلي بيعمل زي الضمور في الخصيه وبيقلل التصنيع. الناس بتاخدها بشكل طبعا بوظ حاجات كتيره، بس احنا الحاجه تخصنا احنا ان احنا بنشوف حالات كتيره قوي بيروحوا الجيمز بياخدوا الحاجات دي بشكل يعني مفرط قوي، بشكل مش تحت اشراف اي اطباء ولا اي حاجه. تلاقي واحد مثلا تحت بير السلم هو اللي بيكتب له الادويه دي،
فبتعمل مشاكل جدا. ممكن يعني في حالات تبقى تمبرري، يعني تبقى حاجه مؤقته بس، ودي بتبقى كويسه ان هو ممكن مع العلاجات ومع الحاجات دي ابتدي الخصيه تبتدي تنشط تشتغل تاني، بس في حالات بتيجي متاخره جدا. طيب يعني هو جرت العادة أن السيدات عادة قبل ما بيلجأوا لوسائل الأخصاب المساعد بياخدوا منشطات علشان التبويض، فهل الرجالة كمان بياخدوا منشطات علشان طبعا طبعا في حاجات المنوية؟ بتنشط زي البريجنيل، ممكن حتى ندي كلوميد اللي احنا بنديه للسيدات، احنا مش هنقول أسامي الأدوية. ده كلوميفين، مادة الكلوميفين سترات، دي من المواد اللي ممكن تنشط الخصية. في طبعا حاجات أعشاب معينة، في فيتامينز، في الحاجات دي كلها بتزود الحركة وبتزود التصنيع، مع طبعا غذاء كويس، مع رياضة، مع الحاجات دي كلها. لو في دوالي نقدر نعالجها، أو في حالات معينة لو دوالي شديدة قوي ممكن يعمل عملية يعالج الدوالي دي، بحيث إن هي تساعد إن السائل المنوي بتاعه يتحسن قوي. طيب دلوقتي في زوج وزوجة اتأخر عليهم الإنباك الإنجاب عفوا، فراحوا عند الدكتور وفريق قال لهم يلا هنعمل دلوقتي الاخصاب، محاولة الاخصاب الصناعي، ولا خدوا العلاجات دي لمدة شهر او اتنين او تلاتة وبعدين نبتدي نعمل العملية. مين اللي بيحدد العملية هتبقى بعد قد ايه من لما الزوج والزوجة يتوجهوا للجهة اللي هيعملوا فيها هذا الاخصاب الصناعي؟ اوكي كويس قوي، خلينا نتفق على حاجة. اول حاجة، مش المفروض اي زوجين يروحوا مثلا متجوزين اتأخر الحمل 3 4 شهور يروحين للدكتور؟ لازم نحط كده كرايتيريا معينه، نتفق على اسس معينه. مش المفروض ان هم يروحوا للدكتور قبل سنه من الزواج، مش بس سنه من الزواج، سنه من الزواج يكونوا مع بعض. يعني لازم يكون في علاقه زوجيه مستمره. ما تجيش تقول لي اصل انا جوزي بيجي شهر وبيسافر شهر، او بيشتغل في حته مثلا بيقعد 3 اسابيع هناك وبيجي لي اسبوع، او هي بتسافر عند مامتها او في اي مكان، او متخانقين ومش فاهمة، او اخر اول 3 4 شهور استعملنا وقي ذكري. اوكي، فلازم ده ما يتحسبش، لازم يكون سنه من العلاقه الزوجيه مستمره. بس طبعا كل قاعده وليها استثناءات. الاستثناءات ان لو السيده دي مثلا جايه بحاجه واضحه جدا، مثلا عملت عمليه كبيره قوي، فتح بطن، ممكن عندها التصاقات عنيفه جدا، مش هستنى السنه كلها، ممكن ابتدي اعمل الاسسمنت بتاعي قبل كده. طب ولو سنه كبير شويه؟ ايه؟ لو سن كبير شويه، لو سن كبير شويه برضه ما ينفعش استنى سنه. طيب لو سن كبير شويه بالنسبه للزوجه بس ولا بالنسبه ولا للزوجة؟ سن الزوج كمان بيأثر؟ سن الزوج طبعا مؤثر جدا، كل ما الراجل بيكبر كل ما الخصيه بتاعته الطاقه ان هي تبتدي تكون حيوانات منويه بتقل، ونسبه التشوهات بتزيد. يعني السيده بنكسر حاجز السنه لما يكون سنها كام؟ سنها تحت 35، تحت السن ال 35. اوكي، طالما هي تحت سن ال 35 تستنى سنه، تستنى سنه. فوق سن ال 35 لا لازم يعني لو اتاخر الموضوع اكتر من 6 شهور تبتدي. وبالنسبه للرجل؟ بالنسبه للراجل ممكن متاخر شويه، بس يعني فوق سن 45 مثلا، فوق السن مفيش حاجه واضحه قوي في الليترتشر عندنا، بس يعني كل فوق ال 40 سنه يبتدي برضو ما يتاخروش. تمام، طيب خلاص هم عدوا الست شهور وما حصل او السنه وما حصلش انجاب، ما حصلش انجاب. طيب هيروح عند دكتور. اول حاجه، اولا الفريق بيبقى متكون من ايه؟ اوكي، الفريق مكون من دكتور امراض النساء والتوليد. لازم يكون دكتور امراض النساء والتوليد متخصص في مجال تاخر الانجاب، وعنده درايه كامله جدا، او عنده اكسبيرينس كويسه قوي في وسائل الاخصاب المساعد. تمام. تاني حاجه مهمه جدا، ان انت لازم تهيئ الكابلز دول نفسيا. لازم يجوا دايما دايما باشيد، لازم يجوا مع بعض، ما ينفعش تيجي لوحدك او تيجي مع مامتك وهو يجي، لازم تيجوا مع بعض الكابل، الموضوع يخصهم هما الاثنين بس. لازم نقعد نتكلم نفهم ايه، نبتدي نعمل اسسمنت، يعني نبتدي ناخد تاريخ مرضي من الراجل ومن السيده. هيجي راجل يقول لي انا بشرب 2 علبة سجاير بس في اليوم، اوكي دي انا على طول ابتدي ده يعني ايه، في جرس كده انذار، ايه ده غالبا تحليل السائل المنوي ده فيه حاجه. اوكي، راجل يقول لي انا عملت عمليه قبل كده كان عندي دوالي على الخصيه. تيجي السيده تقول لي لا انا كان عندي عمليه، كنت عامله عمليه قبل كده وفتحه بطني وكان في التصاقات ومش عارف ايه. التاريخ المرضي مهم جدا، عشان كده مهم جدا ان انت تقعد مع الكابل دول فتره طويله قوي، لازم تهيئهم نفسيا. الكابل دول بيبقوا تحت تاثير عصبي جامد قوي، الاهل كلهم بيقعدوا. الضغط العصبي قد يؤدي لفشل عمليه الاخصاب الصناعي؟ الضغط العصبي بيؤثر جدا، لان هو بيطلع هرمونات معينه زي الكورتيزول بيقلل فرصه الحمل. احنا بنحاول دايما نقول لهم نقلل ستريس،
نقلل ستريس ازاي؟ نقلل ستريس ان احنا نلعب رياضه، ناكل اكل صحي، نحاول ان احنا نمنع السجاير، نحاول ان احنا ننام كويس. الهيلث، بصي حضرتك انا هديك حضرتك مثال. لو انا جاي لي اتنين كابلز، اوكي؟ كابل مثلا واحده سيده وزنها مثلا 100 كيلو وبتشرب سجاير وعادتها الغذائيه كلها غلط، وكابل تاني واحده سيده مثلا وزنها 60 كيلو ومشربش سجاير وبتلعب رياضه، والاثنين داخلين يعملوا حقن مجهري، تفتكري مين هتبقى فرصتها اعلى في الحقن المجهري؟ تمام. الموضوع مش محتاج يعني، الموضوع كومن سنس. كل ما انت بتحسن صحتك كل ما انت فرصك مش بس في الحقن المجهري، فرصك في الحمل نفسها هتزيد حتى بدون حقن مجهري. تمام. ياما شفنا كابلز كنا داخلين نعمل حقن مجهري، وقبل ما نيجي نعمل الحقن المجهري على طول تعمل الدوره اتاخرت عليها، نعمل برجنس تيست بتاع حامل. ده استنادا على انها غيرت نمط حياتها طبعا وقللت وزنها طبعا طبعا يعني مجموعه الاجراءات طبعا، السابقه والتهيئه النفسيه ممكن كمان. تخليها تحمل بشكل طبيعي. انا اول ما بيجوا لي العياده تمام. بقول لهم بصوا، اول حاجه هنتفق عليها مفيش ستريس من الاقارب ومن الناس اللي حوالينا خالص. اي حد نفس سالكم العامل هقول خالص. لكم احنا من احنا دي حاجه تخصنا احنا، واحنا يعني حاجه احنا مأجلين او تافر، يعني مش لازم كل الناس تعرف تفاصيل حياتكم كلها. اول حاجه امنعوا الاكسترنال فاكتورز دي كلها. تاني حاجه حسنوا اللايف ستايل بتاعكم، اطلعوا سفريه انت وجوزك في وقت التبويض بتاعكم، اطلعوا في حته كويسه، في حته فيها هواء نظيف، بعيد عن البولوشن، بعيد عن الستريس. حاولوا تبعدوا عن كل المؤثرات الخارجيه، كلوا هيلثي، العبوا رياضه، قللوا التدخين، اوكي؟ قللوا اوزانكم لو في قللوا امكانيه. اوزانكم. يعني واحد يجي لي واحده وزنها 100 كيلو وات ايفر، لا لا لازم تنزلي الاول حتى قبل الحقن المجهري، ده هيأثر في الحقن المجهري. انزلي الاول وبعد كده نتكلم. اعملي دايت، كلي هيلثي، كلي حاجات فيها مضادات للاكسده، كلي مكسرات، عالج كلي الانيميا مثلا. عالجي الانيميا. لو عندك اي مشاكل تانية لازم تعالجيها، ده تمام. مهم قوي، ده بيفرق كتير قوي مع الكابلز. تيجي لي بعد شهر عشان تقولي ربنا يبارك لك يا دكتور انا حامل، فاهمه ازاي؟ طب ده ده عظيم. دي حاجه كويسه قوي. تهيئيها نفسيا ازاي؟ تهيئيها نفسيا ان انت تقول لها ستابس كلها، كل الخطوات. هنعمل كذا ثم مشكله كذا من ثم المشاكل كذا. الموجوده عند اطباء كتير قوي هنا في مصر ان هو الدكتور بياخد الحاله عباره عن حاله مش عباره عن شخص، اوكي؟ لازم تتعامل مع شخص، مع البيشنت ده اكنه حد قريب منك، تفهمه يعني ايه الموضوع كله، امتى هنلجا لوسائل الاخصاب المساعده، بعد قد ايه من الجواز، بعد قد ايه من التجارب ومن الانيشال ورك اب بتاعنا. يعني انا هقول لها احنا دلوقتي بقى لك سنه متزوجه، هنبتدي البروتوكول بتاعنا ان احنا ندي مثلا منشط لمده 6 شهور. المنشط فيه منه اقراص وفيه منه حقن. لو يعني بناء على ذلك الطبيب المفروض ان هو يبلغ زوج وزوجه بحالتهم الصحيه بالظبط، بالظبط، ويقول لهم الوقت المتوقع والاجراءات اللي هيتخذها، ما يبقاش ديكتاتوري يعني وهتعملي بالظبط كذا كده. من غير ما ما هي دي يفهمهم حاجه ليه. اسمها patient counseling، لازم كمان افهم متطلبات المريض. تيجي واحده تقول لي انا بكره حاجه اسمها حقن، انا بترعب منها، ما ينفعش انا اول ما تجي لي اروح بادي معاها حقن على طول، يعني نفسيتها هتتدمر، فاهمة ازاي؟ لازم افهمهم الستبس، لازم افهمهم كمان نسبه الحمل في كل خطوه من الخطوات. انا مثلا هديكي منشط ومع هنعمل تنشيط وبعد كده هيحصل علاقه زوجيه في اوقات التبويض. في ناس بيفتكروا ان هو لما هيعمل كده نسبه الحمل هتبقى 100%. لا لا مش شرط. مش شرط. نسبه الحمل في السايكل الواحد 30%، مع النسبه التراكميه على بعد 3 شهور حوالي 70%. فدي فلازم تبقى عارفه البرسنتجز دي، الاحصائيات دي مهمه جدا. طيب ايه رايك ناخد الاجراءات واحده واحده، يا ريت. وبالنسبه للزوج وبالنسبه للزوجه، وفي نفس الوقت نقول فتره او النسبه التبويض، المئويه للتبويض في هذه الحاله ممكن تبقى قد ايه؟ اوكي. بالنسبه دلوقتي اول ما بيجوا الكابل، احنا بالنسبه للراجل بنعمله تحليل سائل منوي، بنفهمه ان التحليل السائل المنوي ده يعمله بعد 3 days of abstinence او يقعد 3 ايام ما يكونش فيه علاقه زوجيه. تمام. ده اول حاجه، يبقى احنا كده خلصنا موضوع الراجل خالص. بالنسبه للسيده بنعمل لها تحليل هرمونات، دي بتتعمل في اليوم الثاني او الثالث في الدوره، تبقى هرمونات الغده النخاميه الاف اس اتش والال اتش والاي 2 والبرولاكتين والغده الدرقيه. ثالث حاجه مهمه جدا، ان احنا ممكن نعمل لها سونار في وقت التبويض، نعرف التبويض بتاعها اخباره ايه، التبويض بتاعها الداخلي من غير اي منشطات ولا اي حاجه خالص. بعد كده حاجه مهمه جدا، ان احنا لو ان احنا برضو لو عدى سنه ان يبقى عندنا اشعه بالصبغه، ان نتاكد الانابيب بتاعتها ما يكونش فيها انسداد. ده الانيشال ورك اب، ده لازم يكون موجود قبل ما ناخد اي خطوات. قبل ما نحدد احنا هنعمل لازم نعرف بالظبط كده. حاله كل واحد فيهم ايه يعني بالظبط. كده نطمن على الرحم ونعمل الترا ساوند، نطمن ان الرحم بتاعها ما فيهوش اورام ليفيه، ما فيهوش اي مشاكل، ونبص على عنق الرحم نتاكد ما فيهوش التهابات او تقرحات او انسداد في عنق الرحم. تمام، احنا هنقف عند النقطه دي ونخرج في فاصل، نرجع مره اخرى مشاهدينا انتظرونا.
مشاهدينا عدنا لكم مرة أخرى، ما زال ضيفي دكتور عمرو عباسي استشاري النساء والتوليد وعلاج العقم بالمركز القومي للبحوث، واحنا لسه مكملين في موضوعنا. قبل الفاصل كنا بنتكلم على أهم التحاليل والإجراءات اللي المفروض راجل وست يعملوها قبل ما يبتدوا هذه العملية علشان يعرفوا بالظبط حالة كل واحد فيهم إيه، وبعد كده نحدد اللي هيتعمل بعد هذه الخطوة. بعد كده اللي بيحصل اوكي، بعد ما عملنا الانيشال اسسمنت او عملنا كل خطوة التحاليل مبدئية الخطوه والحاجات المبدئيه كل الحاجات دي، نبتدي نتكلم مع الكابل دول. لازم نتكلم احصائيات. يعني ايه؟ يعني هقول اقول لحضرتك على حاجه. احنا بنقول الكابل دي لو لقينا مثلا ان في ضعف في التبويض نتيجه تكيسات في المبيض، هقول للسيده دي احنا هنبتدي هننشط البويضه. هنشطها ازاي؟ في نوعين من العقارات، في نوع ادويه عن طريق الفم زي ماده الكلوميفين سترات، وفي نوع حاجه اسمها جونادوتروبينز او حقن. هنبتدي بايه؟ هنبتدي بايه دوت؟ ده يختلف على من سيده لاخرى. لو سيده عندها نوع من ضعف البسيط ممكن ناخد العقار اللي هو الكلوميفين سترات، ولا نسبه الحمل عليه مرتفعه جدا بعد ما نتاكد بالسونار او بالاشعه التلفزيونيه ان عندها تبويض جيد. طيب هتقول لي نسبه الحمل قد ايه؟ والله حضرتك لو في تبويض كويس ولقينا في تبويض كويس قوي بالسونار وحصل علاقه زوجيه في ايام التبويض، ممكن نسبه الحمل التراكميه توصل 70% بعد 3 شهور. تمام. يعني نسبه الحمل اللي انت تحملي بعد شهر واحد 30% كل شهر من ال3 شهور دول، نسبه الحمل على مدار ال3 شهور حوالي 70%. تمام. هل دي نسبه مرتفعه؟ طبعا نسبه مرتفعه جدا. ده ممكن تكون نسبه مرتفعه اكتر من حقن المجهري ذات نفسه. لو هي دي المشكله الوحيده. في خطا شائع ان الناس بتفتكر ان الحقن المجهري ان تاخر الانجاب ناتج عن في عامل واحد بس هو المؤثر. معظم الحالات بيبقى فيه اكتر من عامل. تمام. وفي عامل ناس كتير قوي مش واخدين باله منه ان في عامل خفي، حاجه اسمها unexplained infertility، يعني في تاخر الانجاب لاسباب غير معروفه. ممكن يكون بمعنى اسباب التحاليل بتاعت الرجل، التحاليل بتاعت الرجل زي كويسه، التحاليل بتاعت الست زي الفل، كويسه جدا، هو بس ربنا مش قاسم. بنسبه 20% من كل 15-20% من كل الكابلز، فدي حاجه مش بايدينا. اوكي، ممكن يكون في اجسام مضاده، ممكن يكون في مشاكل معينه تضعف ان السائل المنوي ده يقابله بويضه ما بيحصلش حمل. فاحنا نبتدي لازم يبقى في بروتوكول موحد. اوكي، والبروتوكول ده مش احنا اللي عاملينه، البروتوكول ده يعني متفق عليه عالميا. اوكي، فانت المفروض ان انت تاخد بعد الانيشال سيت اب تاخد المنشط دوت من 3 ل6 شهور اللي هو ماده الكلوميفين سترات لو التبويض هو المشكله الوحيده اللي ظاهره في الوقت الحالي. طيب في سيدات بيكون رد فعل جسمهم سيء جدا للادويه الخاصه بالتبويض، بيجي لهم استس او بينفخوا حاجات كده. تمام. ده بيكون نتيجه لايه؟ في سايد افكتس او في اعراض جانبيه للتنشيط بتبقى مينيمال سايد افكتس، يعني اعراض جانبيه بسيطه زي ان ممكن يحصل شويه انتفاخ في الجسم، شويه ملح زياده في الجسم فالست تحس ان هي جسمها بيبتدى ينتفخ شويه، ممكن يبقى في شويه وجع في الثدي، ممكن يعمل شويه صداع، ممكن يبقى في شويه زغلله في العينين. بس بيبقى دي الاعراض خطيره، دي الاعراض الجانبيه البسيطه. في اعراض جانبيه بقى اقوى بكتير، ودي الحاجات اللي لازم تفهمها للمريض. ده امتى بيحصل؟ لو احنا بناخد العلاجات بشكل مش مظبوط او مش منقين الجرعه المناسبه للسيده، دي حاجه اسمها هايبر ستيميليشن سندروم، ان يحصل تنشيط زائد عن اللزوم، يبتدي يحصل خلل في الكيمياء معينه في الجسم، ممكن يحصل مشاكل في الكبد. طيب. ممكن يحصل مشاكل في الكلى. ده بيكون نتيجه لانه هذه السيده اخذت دواء زياده عن اللزوم، ولا لان هذه السيده ما كانتش محتاجه اساسا للتنشيط نظرا لانه هي عندها المبيض شغال كويس؟ لا خالص، هو القصه كلها ان في سيدات عندهم تكيسات عنيفه قوي على المبيض. السيدات دول بيبقى عندهم سلاح ذو حدين، المبيض بتاعهم ضعيف قوي، ولكن لما بيشموا التنشيط الجسم بيستجيب بشكل مفرط سريع. سريع جدا. واكثر ستات بيعرضوا للموضوع ده اللي هم عندهم تكيسات على المبيض ورفيعين، بنسميهم لين بي سي او، دول اكثر عيانين بقى انا بخاف منهم. لان ساعات الـ يعني عندها تكيس على المبيض مسمينه شويه ارحم من عندها تكيس على المبيض ورفيعه. دي بتبقى لازم تبقى نخلي بالك منها قوي في التنشيط، عشان تكيسات المبايض اكثر عند السيدات البدنيات طبعا. فاللي هم اللين بي سي او ده لازم تخلي بالك منهم قوي في التنشيط. ممكن جدا مثلا اجي وفي حقن المجهري اديها منشط وما ارجعلهاش الاجنه في نفس الشهر اللي انا عملت فيها التنشيط، احفظهم وارجعها لهم تاني بعد الهايبر ستيم اسمها يستقر. دول اكتر عينين بنخاف منهم، ممكن يعني هايبر ستيميليت او مسميهم بيهايبروا على ادويه خفيفه جدا. يعني على حتى الكلوميفين ستريت ممكن تحصل هايبر ستيميليشن. اذا في هذه الحاله انتم بتبقوا متوقعين الحاله اللي عندها مشاكل، فبتبقى البدايه بسيطه والمتابعه لصيقه. طبعا، ولازم تكون بتدرج.
يعني ما يكونش المتابعة كل قد ايه بالنسبة للحالات الطبيعية او الحالات العادية والحالات اللي فيها نسبة خطورة؟ المتابعة العادية ان احنا بنشوف السيدة دي يوم يوم لا، تمام، every other day بنعمل تحليل اسمه E2 او تحليل الاستروجين عشان نشوف نسبته بتعلى بقد ايه. عشان لو نسبته بتعلى بشكل مفرط جدا، دي من الحاجات او البريدكتورز ان ممكن يكون في هايبر ستيميليشن. تاني حاجه ان احنا بنشوف كميه البويضات اللي موجوده. لو في عندي كميه البويضات اللي موجوده اكتر من 10 او 15 في السايكل الواحد، دي من الحاجات البريدكتورز ان ممكن يكون في هايبر ستيميليشن. لو الليفل اوف اي 2 او الايستروجين دوت اكتر من 2500، ده ممكن برضه من الحاجات اللي تعرضنا للخطر. اوكي، لو لقيت في نسبه استسقاء في البطن او اسايتس، ممكن من الحاجات اللي خطره برضه. فلازم اخلي، لو لقيت في ارتفاع في انزيمات الكبد او في اي مشاكل، لو ارتفاع في ضغط الدم، على اعتبار انه ارتفاع ضغط الدم بيبقى مرتبط باحتجاز الاملاح واحتجاز لا حاجه ما بنشوفهاش قوي حكايه ارتفاع في ضغط الدم. نقف عند النقطه دي، ناخد تليفون مدام امال. اهلا بيكي. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم، اتفضلي. انا زمان كنت عايزه اكلم الدكتور. هنينا ليكي، اتفضلي. انا كنت عامل حمل مجهري من حوالي 16 يوم، والحمد لله عملت التحليل وحاسه الحمد. مبروك، الحمد لله، ربنا يتم لك على خير. ربنا يخليك. بس انا دلوقتي حاسه بوجع في ظهري كده من تحت، ومش عارفه ده طبيعي ولا لا، يعني وبطني ساعات بيجي زي وجع كده. حاسه بوجع في اسفل البطن، وحاسه بوجع في ظهرك، وحاسه ان اخر ظهري من تحت، وحاسه ميول للقيء، وجع في الثدي، بتقلي كده بس من تحت، صح كده؟ بتقلي من تحت بس. اوكي ماشي. ووجع في ظهري من تحت هو ده اللي تعبني جدا النهارده. اوكي، حضرتك كنت واخده نسبه البروتوكول بتاع الاي في اف بتاعك اللي هو الطويل المدى، كنت بتاخدي حقن من تحت الجلد من اليوم 21 في الدوره السابقه، وبعد كده من اليوم الثاني في الدوره؟ لا، انا خدت حقن تحت الجلد دي بعد شفت البويضات على طول. خدتي ايه بعد ايه؟ بعد شفت البويضات على طول. اوكي، انت مشيتي على البروتوكول القصير. تمام. اوكي، كنت بتاخدي كام حقن التنشيط في اليوم في الحقن المجهري؟ لا، ساعات 3 وساعات 2 وساعات، يعني وصلوا معايا 4 3 2. ابتدوا معاكي بأربعة وقللوا الجرعات بعد كده. شفتي كام كان؟ أوكي. يبدو الاتصال اتقطع. طيب، احنا في انتظار مكالمتك، لكن الحد اللي وصلنا من معلومات الدكتور يجاوبك عليه. اوكي، هي بالنسبه للمدام، هي عملت حقن مجهري ماشيه على بروتوكول اسمه انتاجونست بروتوكول، ان احنا نبتدي الحقن المنشطه قبل اي نوع من التحضير، وبعد كده من اليوم الثامن او التاسع في الدوره نبتدي ناخد حقن معينه تحت الجلد. البروتوكول دوت من البروتوكولات الكويسه، والبروتوكولات يعني نبتدي نستعملها بكثافه، نسبه الحمل عليها مرتفعه جدا، وبتقلل نسبه الهايبر ستيميليشن اللي احنا كنا بنتكلم عليه. فعينين البي سي او، ده نقول ان حالتها صحيه اساسا كويسه. يعني دلوقتي في البي سي او او اللي احنا التكيسات العنيفه، احنا بنخاف زي ما قلنا من الهايبر ستيميليشن. ميزه البروتوكول دوت ان هو بيقلل جدا نسبه الهايبر ستيميليشن. جميل. اللي هي حاسه بيه الوجع في اسفل البطن واسفل الظهر دوت، دي من اعراض الطبيعيه بتاعت الحمل، ولكن طبعا بتزيد اكتر مع الحمل المجهري، لان احنا بيبقى عندنا نسبه تنشيط عاليه جدا من النشاطات اللي احنا بناخدها. تاني حاجه، الابره اللي احنا بنستعملها عشان نشفط بيها البويضات طبعا بتعمل شويه الم لفتره اسبوعين لثلاثه بعد العمليه، وبعد كده الموضوع ده بيهدى كتير. تمام، يعني احنا بنطمنها ان كل حاجه كده ماشيه في الطريق السليم. طيب، علشان نطمنها زياده، طالما ما حصلش ايه هي في السليم؟ طول ما فيش دم بينزل عليها، او مفيش مغص جامد قوي بيروح وبيجي، او اي حاجه بتنزل من تحت، يبقى الدنيا كويسه ان شاء الله. حتى لو نزل عليها شويه دم خفيفه، تروح تستشير الطبيب بتاعها، تعمل تحليل حمل رقمي الكمي وتعيده تاني بعد 48 ساعه عشان تطمن ان الامور بعد كده في الاسبوع السادس تعمل سونار عشان تشوف عدد الاجنه اللي موجوده، هل هي هم توأم ولا اكتر، ده مهم قوي برضه تعرفه. وربنا يمن عليكي بنفسك ان شاء الله. مبروك ومبارك لها يا رب. نكمل كلامنا تاني. حضرتك قلت لي انه بيتم تحفيز البويضات وصولا لبين 10 ل 15 بويضه. طيب، في 10 ل 15 بويضه ولكن حجمهم مش مناسب، او الكيس بتاع البويضه فاضي، جوده البويضات سيئه، ده في الحقن المجهري ولا في التنشيط العادي؟ في التنشيط العادي. احنا في التنشيط العادي مش بنعمل ان احنا ناخد، احنا في الحقن المجهري بيبقى عايزين 10 ل 15، ولكن في التنشيط العادي احنا عايزين واحد او اثنين. لا، انا قصدي انه اديتوها هذه فعلا المنشطات، لكن النتيجه ما كانتش زي ما احنا عايزين، سواء بقى لانه هي سنها اكبر
او لانه عندها حاجه تانية معديه، لان البويضات حالتها مش جيده. اوكي، ما هو بويضات حالتها مش كويسه دي ممكن يعني يبقى تحت كذا مسمى. اول حاجه ان ما يكون الست دي، في ستات اسمهم بور ريسبوندرز، يعني مش بيستجيبوا للعقار اللي احنا بناخده، فيبتدي البويضات ما تكبرش. ده ممكن ناتج ان هي يكون عندها مخزون التبويض بتاعها قليل، ناتج ان هي المبيض بتاعها كبرت في السن فالمبيض نفسه بقى صغير، ان هي جرعه المنشط اللي كانت خدتها مش الجرعه المناسبه بالنسبه لها. ما ينفعش مثلا تيجي واحده سيده فوق ال 120 كيلو واديها نفس الحقن او نفس الادويه اللي بديها لست عندها 60 كيلو. فدي كلها من الاسباب اللي ممكن تؤدي ان التبويض بتاعها ما يكونش كويس. ولكن في ستات ممكن بالسونار يبان ان في تبويض كويس جدا، وبعد كده نيجي في الحقن المجهري بعد ما نشفط البويضات دي، الدكتور المعمل يقول لك لا، البويضات دي الجوده بتاعتها قليله. ودي من المشاكل اللي ساعات بتقابلنا وما بنكتشفهاش الا لما نيجي نعمل حقن مجهري. ساعات الحقن المجهري ما بيكونش وسيله بس علاجيه فقط، ممكن يكون وسيله استكشافيه. انا السونار ده بيقول لي مقاسات، مش بيقول لي تحت الميكروسكوب شكل البويضه دي عامل ازاي. لما نيجي نشفطهم ونشوفهم تحت الميكروسكوب بتلاقي ان البويضه دي ليها بور كواليتي، يعني كواليتي بتاعتها مش حلوه. ولما تيجي تحقن فيها السائل المنوي ممكن جدا ما تتخصبش، وممكن حتى لو اتخصبت تموت بدري. طب عشان كده عندنا اجنه، عشان كده عندنا اجنه عاليه، يعني درجه عاليه من الكفاءه، واجنه تانية اقل في الكواليتي. الحل بتاعت الحالات دي مش سهل، وبيحتاجوا ساعات ان احنا نعمل لهم تحليل وراثه عشان نشوف لو عندهم اي مشاكل وراثيه. بنحتاج ساعات ناخد ادويه ومضادات للاكسده فتره طويله جدا عشان نحسن الكواليتي، جوده البويضات. ساعات بناخد كمان الادويه تبقى مصنعه جينيتيكلي انجينيرد او مصنعه وراثيا على حالتها، مصنعه وراثيا بحيث ان ده يرفع شويه من الجوده بتاعت البويضات بتاعتها. فدي كلها من الحاجات اللي ممكن تحسن شويه جوده البويضات. طيب هذه السيدة أخذت المنشطات لثلاث شهور أو لست شهور، وبعدين تم سحب البويضات وطلع هذه البويضات حالتها جيدة، المرحلة اللي بعد كده؟ بعد ما بنشفط البويضات دي نبتدي نحقن فيها الحيوانات المنوية لحد ما نكون أجنة. الأجنة دي بتخش في الانكوبيترز أو الحضانات. ده بنتكلم على الحقن المجهري. ده بنتكلم عن الحقن المجهري. بتخش جوه الانكوبيتر، بتحط تحت درجة حرارة معينة، نسبة هيوميديتي أو نسبة رطوبة معينة، يعني بتدي نهيئة أكن الأجنة دي جوه البطن بالظبط. بعد كده بتيجي نبص على الأجنة دي، الجودة بتاعتها أخبارها إيه؟ هل بتنقسم بشكل كويس؟ كل ما الأجنة دي نتأكد إن هي كويسة بنقدر إن احنا ننقلها في وقت متأخر أكتر. طيب احنا زي ما بننقي البويضات من عند السيدة بننقي الحيوانات المنوية من عند الرجل؟ في تقنية اسمها إمزي، ودي تقنية متطورة إن احنا نقدر نشوف أحسن حيوانات منوية نقدر نحقنها في البويضات، فدي بتحسن جدا فرصة إن يحصل حمل، وبتبقى مهمة أوي في حالات اللي هي عملت حقن مجاري أكتر من مرة. عن طريق تقنية الإمزي دي، ده بيبقى حصل ماجنيفيكيشن أو نقدر نكبر السائل المنوي، شكل السائل المنوي ده كذا مرة، كذا ألف مرة، لغاية ما نوصل للشكل والتكوين بتاعه، لحد ما نقدر نلاقي أحسن حيوانات منوية نحقنها في البويضات دي. تمام. دايما بنحاول ننقل الأجنة اكتر، بنحاول في اليوم الخامس في مرحله اسمها بلاستوسيست. دي مرحله انقسامات متطوره شويه. ليه؟ لان انا عندي الرد احيانا ممكن يبقى في اليوم الثالث، ممكن يكون في اليوم الثالث، امتى في الثالث وامتى في الخامس. انا دلوقتي لقيت نوصل للسادس، مش كده؟ ممكن توصل للسادس كمان. انا دلوقتي لقيت ان الاجنه بتاعتي كويسه جدا، وعندي اجنه كميتها كويسه جدا. تمام. وبتنقسم بشكل طبيعي جدا. جميل. اقدر اعوض بيها، اعوض بالثالث رابع خامس او حتى السادس. ولكن لقيت ان انا عندي اطمن ان الدنيا كويسه خالص على الانقسام، لقيت عندي عدد الاجنه قليل. تمام. لقيت ان الاجنه دي الكواليتي بتاعتها اقل، يبقى احسن ان انا انقلها في اليوم الايه؟ الثالث، يعني فرصتها جوه بطن جوه الرحم في البيئه الطبيعيه بتاعتها، في البيئه بتاعتها هيبقى فرصتها احسن من هي تبقى عندي في الحضانه. طيب من غير ما نحبط الناس، نسب فشل الحقن المجهري قد ايه؟ لازم كل الناس قبل ما تعمل حقن مجهري تبقى عارفه ان نسبه الحمل 50%. ده في احسن حته في العالم. ممكن تكون، ممكن مثلا يكون انا نسبتي، لانه من غير هذه النسبه ممكن يكون انا نسبتي مثلا 70%، بس ما اقدرش اقول للعيان نسبه انا السنه اللي فاتت كل عاملتها حملت نسبه 70% حمله، ما اقدرش اقول كده للمريض. لازم اقول له النسبه العالميه، النسبه العالميه 50%. اوكي. طبعا بتزيد اكتر كل ما السيده تكون سنها اصغر، كل ما يكون السائل المنوي بتاع الزوج احسن. لما تكون السيده مثلا حملت قبل كده ده بيزود الفرص اكتر.
لما يكون المعمل اللي احنا بنشتغل فيه فيه امكانيات متطوره اكتر، ده بيرفع النسبه. اذا يعني في مجموعه كبيره كده من الاسباب اللي قد تؤدي الى النجاح او فشل عمليه لازم الحقن لازم الناس المكاني. تبقى عارفه ان دي باكج، الباكج دي اي حاجه تبص رقم فيها هتأثر. رقم واحد التوفيق بتاع ربنا سبحانه وتعالى، ده رقم واحد. رقم اثنين الدكتور النساء والتوليد اللي هو عنده خبره كويسه قوي في الحقن المكاني. رقم ثلاثه المعمل الجيد جدا. رقم اربعه الكومبلاينس بتاع المريض، المريضه بتسمع الكلام، بتعمل اللي بتطلب منها ولا لا. كل العوامل دي تشترك مع بعض. طيب لو في مشكله عند زوج، دكتور النساء هو اللي بيعالجه ولا بيحوله لدكتور ذكوره؟ انا بحاول كل الحالات لحالات دكتور امراض الذكوره. احسن احسن فيبقى تدي في حد شكل من التعاون متخصص. متكامل. طبعا هو باكج كامل، لازم يبقى فيه تيم ابروتش لكل العناصر. طيب الحقن المجهري واطفال الانابيب مين فيهم تكلفته اعلى؟ هو خلاص دلوقتي يعني ما حدش بقى يعمل الحقن الاطفال انابيب، احنا كل المراكز دلوقتي وكل العالم كله بقى بنشتغل الحقن المجهري. طيب استنادا على التكلفه بتكون عاليه، ممكن الناس تعمل حقن مجهري كم مره لو توفر عندهم الماده؟ بصي في انجلترا مثلا عندهم حاجه اسمها ميديكال انشورنس او تامين صحي، هم بيدوا الكابلز 3 مرات ان هم يقدروا يعملوا حقن مجهري فيها. اكتر من كده لازم الكابل هم يعملوها على حسابهم، يعني كمان تكلفتها عاليه جدا. احنا في مصر يعتبر من اقل الدول في العالم تكلفه في الحقن المجهري، تمام، والنسب بتاعتنا تعتبر من اعلى النسب عالميا. طيب الحقيقه ان هو لازم الناس تبقى عارفه نسب الحمل هتبقى عامله ازاي. نسب الحمل من اول مره 50%، يعني لو في عندي 10 كابلز عملوا حقن مجهري، 5 ممكن يحملوا، 5 لا. من تاني مره 5 من اللي ما حملوش ممكن 2 منهم يحملوا و3 لا. بعد 3 مرات ممكن بس من الـ3 اللي فاضلين واحدة تحمل بين وواحدة كل لا. مرة والتانية قد ايه؟ لازم يبقى على الأقل 3 شهور، الجسم يهدى خالص والمبيض يهدى خالص ويرجع تاني لحجمه الطبيعي. ما بنحتاجش بقى لعملية إعادة تنشيط تبويض تاني. في حالات بنحتاج ان احنا نعمل اعاده تنشيط تاني لو ما عندناش اجنه. لو في حالات احنا عندنا اجنه حافظينها او الجسم استجاب بوكن عادي، عندنا الاجنه دي عاملين لها امبري فريزنج او مجمدين الاجنه دي، الحالات دي مش هتحتاج تنشيط من اول وجديد، ومش هتضطر ان هي تعمل شفط بيضات، هترجع اجنه فقط. تمام، احنا للاسف وقتنا خلص النهارده، ان شاء الله يبقى لنا لقاءات اخرى مع حضرتك الدكتور عمرو عباسي استشاري النساء والتوليد وعلاج العقم بالمركز القومي للبحوث، حضرتك نورتنا النهارده. مشاهدينا الكرام، الحمل شيء عزيز جدا، لكن خلينا اولا نرضى بقضاء ربنا، ما نشيلش الهم لانه بيغيرنا هرمونيا، وثالثا نجرب مره واثنين وثلاثه اذا كان ده متاح، وان شاء الله ربنا يمن علينا كل نفسنا فيه. حتى نراكم مره اخرى، دمتم بصحه وعافيه وسعاده وامان.